السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مجددا في الجزء الثالث من هذه الندوة الحوارية الخاصة حول مستقبل الحكم في المملكة العربية السعودية. نناقش في هذا الجزء علاقة المملكة العربية السعودية بالغرب عموما وبالولايات المتحدة الأمريكية خصوصا. أجدد التحية بضيوفي هنا في الأستوديو، الناشط الحقوقي رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان الأستاذ يحيى العسيري، وبالمعارض السعودي رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح دكتور سعد الفقيه، وكذلك بالناشط السياسي عبد الله الغامدي، والمحامي والناشط الحقوقي سلطان العبدلي، وكذلك أيضا بالمعارض السعودي الأمير خالد بن فرحان آل سعود. عبد الله، أنا سمعت بأنك كنت ضابطا في القوات المسلحة السعودية، وبالتأكيد أنت تعرف تسليح المملكة العربية السعودية. يكثر الحديث بأن المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تستغني عن الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية التسليح، هل هذا صحيح؟ هل فعلا علاقة الولايات المتحدة بالسعودية والسعودية فيها علاقة متلازمة من الناحية العسكرية، لا تستطيع السعودية أن تستغني عن واشنطن في هذا الصدد؟ نعم، هذا الكلام صحيح، وهي ليست علاقة عسكرية فقط، هي علاقة عسكرية وعلاقة اقتصادية أيضا، وعلاقة بناء حكم ونظام حكم، ولكن من الناحية العسكرية. من الناحية العسكرية هذا كلام، نعم صحيح، السعودية أمريكا مثل الماء والغذاء للنظام السعودي، فإذا استغنت عنه هلكت. كيف يعني؟ أعطينا أمثلة. مثلا هناك مقال، أنت تعرف، بعد تلميحات في الكونغرس أن ترامب يدافع عن الولايات عن السعودية لصفقات الأسلحة، مقال سعودي يقول أن السعودية إذا تخلت عن أمريكا ستذهب للصين وإلى روسيا. حتى هذا الكلام كرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بس هل يستطيعون ذلك؟ لا، هم لا يستطيعون. هم إذا فكرت حكومة السعودية أن تستغني عن النظام الأمريكي أو عن السلاح الأمريكي استغناء كامل، أو حتى لو نقول استغناء بنسبة 50%، فهي تطلق على نفسها رصاصة الموت. هذه قاعدة معروفة عند أمريكا وعند آل السعود أنفسهم. فالنظام السعودي لا يستطيع أن يستغني عن السلاح الأمريكي أبدا. ممكن أن يشتري سلاح من الصين، يشتري بعض الأسلحة من روسيا، بعض الصفقات التي تكون لبريطانيا مثلا يوجهها إلى فرنسا، بعض الصفقات التي تكون فرنسا يوجهها إلى ألمانيا، من ناحية التنوع فقط. لكن القاعدة أو البنية التحتية للقوات المسلحة عندنا في السعودية كلها تقريبا، يعني خلينا نقول 80% إلى 75% هي قاعدة أمريكية، مؤسسة أمريكية. فإذا فكر النظام السعودي لو لحظة تفكير حقيقي بأنه ينتقل من الجانب الأمريكي إلى الجانب الروسي أو إلى الجانب الصيني، فهذا يعني النظام السعودي أيضا لم يستعدي الشعب ولم يستعدي الأسرة محمد بن سلمان نفسه، بل الآن أصبح يستعدي أمريكا نفسها، فهذا نهاية للنظام السعودي. سلطان العبدلي، رحب بكم جددا. ما نظرة الشعب السعودي يعني بشكل عام وحتى النخبة لهذه العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؟ في الفترة الأخيرة هناك صور حتى مهينة حقيقة، يعني لمسؤول يظهر بأنه تاجر والشخص الآخر يريد أن يبيعه، يتعامل معه كسلعة. وأقصد هنا صورة محمد بن سلمان مع ترامب عندما رفع ترامب صورة الأسلحة التي يريد أن يبيعها لبن سلمان. هذه الصورة كيف تظهر عند المواطن السعودي؟ كيف تنعكس في الشرعية التي يمتلكها النظام السعودي؟ بالنسبة كنا نعاني، والجميع من الفضلاء الذين عندكم في الاستوديو والجميع أيضا من الدعاة والعلماء النابهين أيضا كانوا يعانون في إقناع أنه هذا النظام ما هو إلا صنيعة إنجليزية حتى كانت. وكلنا يعلم أنه الملك عبد العزيز حينما جاء ليدخل الرياض عدة مرات لفظته الرياض ولفظه أهل الجزيرة العربية، لكن حينما جاء بقضية أنه سيتبنى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنه سيقيم الدين وأنه سيحكم بشرع الله، هنا استقبله أهل الجزيرة العربية ودانت له الجزيرة العربية، ليس لشيء عنده، إنما لأنه تبنى هذا المفهوم الديني بغض النظر عن هذا المفهوم الديني. ولكن يعني حجم التلبيس كان رهيبا جدا. لذلك أعطيك على سبيل المثال، هناك كتب طبعها النظام السعودي نفسه، مثل كتاب صقر الجزيرة أحمد عبد الغفور عطار، مثل كتاب محمد جلال كشك في نسخته الأصلية السعوديون والحل الإسلامي، وهذه الكتب هي من أقلام النظام كتبتها، ومع هذا يتكلمون عن الملك عبد العزيز وعن النظام السعودي بلغة المقدس المادح المشرئب لأن يرى هذا النموذج الفذ وهو الملك عبد العزيز.
ومع هذا الحكومة السعودية نفسها منعت هذه الكتب، لأن هذه الكتب تدين إدالة واضحة أن الملك عبد العزيز كان عميلا باعتراف الأمير طلال بن عبد العزيز طبعا لابن عبد العزيز نفسه أنه كان عميلا للإنجليز. ومع هذا كنا نعاني في إثبات هذا للناس. حينما جاء محمد بن سلمان، يعني سبحان الله، كأن الله أراد أن يجمع هذين الأحمقين في حقبة واحدة، محمد بن سلمان وترامب. ترامب قالها صراحة وقالها بكل فجاجة، قال لولا أن نحمي طائراتكم لسقطت ولسقط حكمكم، أسبوعان لا تستطيعون. فكلنا يعلم إذن طبعا الشرعية في المملكة هي متراكمة وعملية تراكمية، لكن أهم شرعية هي الشرعية وهي الحماية الأمريكية. يعني إذا فقدت هذه الحماية الأمريكية من ترامب تحديدا مثلا، طبعاً سؤالي بالنسبة للناس، الشعب السعودي، هل ستتغير نظرته لمحمد بن سلمان؟ هل سيفقد الهيبة أمام الناس حتى وإن لم يسقط مباشرة؟ محمد بن سلمان منذ أن جاء، دعاً كالذين في تويتر سواء الضباب الإلكتروني أو سواء بعض الجبناء أو الخائفين من المثقفين وغيرهم أو المطبلين بعادتهم كالعادة، لا، الناس الحقيقة، أنا منذ أن كنت هناك وأيضاً الذين يتواصلون معي وهم أعدادهم لا تقل عن على الأقل بالعشرات أو بالمئات، البلد أصبح الآن في حالة اقتصادية، لأن هذا هو الحبل الذي إذا اشتبك فيه محمد بن سلمان مع الناس أصبح يعني ساقطا سياسيا وساقطا أخلاقيا. طيب، الآن محمد بن سلمان لا أحد يريد أن يبقى في الحكم، سواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين أو من الموظفين، حتى أبناء الشعب العاديين من طلاب الجامعات وغيرهم، لأن محمد بن سلمان أصبح الآن ضيق عليهم الخناق في معيشتهم وفي اقتصادهم. الأمير خالد، رأيتك تكتب ملاحظات كثيرة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحديدا من القوى العظمى التي يبدو أنه لها هيبة عجيبة لدى آل سعود، يعني لماذا التحالف الولايات المتحدة الأمريكية مثلا مع كوريا الجنوبية، تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع نظم مختلفة، لم يجعل حكام تلك البلاد ينظرون إلى أمريكا وبريطانيا بهذا الشكل من الخوف الذي جعل منظر محمد بن سلمان منظرا مخجلا أمام ترامب، وهو يرفع لوحة يريد أن يصور محمد بن سلمان كفقط، أنا آسف لهذا التعبير، ككيس مملوء بالمال. يعني في أكثر من كذا، نشوف التعليقات على كيس الرز وكيس مدري إيش، ويعني والكاريكاتير اللي نشوفه على الصحف سواء الغربية أو العربية، ويدل على الشيء هذا. هذه في إهانة واضحة، يعني في المشكلة أن عطاله، يعني مثل ما نقول الجمل بما حمل، كل شيء في السعودية 460 مليار دولار بس في زيارة واحدة، ومع ذلك أصر دونالد ترامب على إهانة محمد بن سلمان علني أمام الرأي العام العالمي كامل. يعني أنا صراحة بالفترة منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم وإطلاق ابنه محمد على الملفات السعودية منذ توليه ولاية العهد، أنا ما يعني أنا رافضها تماما، ورافض التعامل الولايات المتحدة مع السعودية، وشايف أن مثلا تكلمت على عرض دونالد ترامب للأسلحة وحطها على كتف محمد بن سلمان، وحطها على كتف كل سعودي وكل عربي وكل مسلم، وأن كرامتنا كلنا، وهذا الشيء مرفوض رفضا بتاتا، وما له أي يعني ما نقدر نقول في أي شيء مبرر. لكن إن كنت تقصد تبعية صانعي السياسة السعودية بصفة عامة من داخل الأسرة الحاكمة للقوى الغربية النافذة، سواء قديما بريطانيا أو حديثا الولايات المتحدة، فذلك له بعد تاريخي، يعني يرجع إلى قبل توحيد المملكة العربية السعودية. وإذا دخلنا في الموضوع هذا يبيننا يعني وقت طويل لنشرح فيه، لكن إذا أردنا أن نأخذ أمثلة الأمير خالد من التاريخ، فربما حالة الملك فيصل عندما قطع البترول عن الغرب تكون شاهد دائما يتكرر، لأن المملكة العربية السعودية عندما تتخذ قرار بأنها تريد أن تنفصل عن الغرب فقرارها بيدها. هل حالة الملك فيصل فعلا دليل على أن السعودية تستطيع أن تفك تلك التبعية عن الغرب؟ يعني موضوع قطع الإمداد البترول في الوقت الحالي ومقارنته سنة 1973 أعتقد مقارنة غير صحيحة، أو يعني حتى سلاح البترول الآن ما يمثل نفس قوة السلاح الطاقة في هذا في هذه الفترة. يعني أمير خالد، أنا أقصد المبدأ الذي دفع الملك فيصل لاتخاذ ذلك القرار.
في ذلك التوقيت وإيذاء الغرب. الغرب تأثر في ذلك، وأنا يعني حتى سمعت في دول غربية في هولندا تحديدا بأنها فعلا اضطرت للسماسرة الذين يوردون لها البترول بعد قرار الملك فيصل بقطع النفط عنها، وهذا مثال واحد. الملك فيصل ما كان عنده مشكلة شخصية مع الغرب، الملك فيصل قطع تصدير النفط في حرب 1973 للبلاد التي كانت تؤيد إسرائيل في حربها ضد مصر والعرب، وهذا يعني هذا شيء طبيعي، احنا عرب مسلمين لابد ان نعاضد اخواننا العرب والمسلمين الاخرين خصوصا في حربهم مع دولة محتلة او صهيونية، فهذا الشيء الطبيعي، هذا المفروض الشيء الطبيعي. الشيء المو طبيعي الفترة اخر سنتين ونص او ثلاث سنوات الاخر، هذا شيء يعني ما يحسب له مثلا نتائج ايجابية سياسية، لا بالعكس اضعفت المملكة واضعفت مكانتها. هو نفسه الشعبية يعني كقائد سياسي يعني انضحلت بكامل العرب. أنا لما أروح مثلا المسجد أصلي الجمعة في ألمانيا ويعرفوا أني سعودي، أو الشيخ نفسه حق المسجد، شوف الانتقادات اللي ما بيقولها السعودية يعني مباشرة بالاسم، ولكن الإنسان يفهم يعني وش يقول الخطبة أو المصلين مثلا ما يتكلموا معي. يعني الواحد صراحة يعني للأسف صرت يعني أخشى أحياناً أني أقول أني سعودي يعني. الآن يحيى، من الناحية الحقوقية إذا تغير الوضع في المملكة العربية السعودية وأمكن بضغط خارجي لكن حقوقي وليس سياسي، أليس ذلك مفيداً؟ معلش تعيد السؤال. أمير خالد سأعود لك بسؤال أيضاً، ولكن سؤالي ليحيى العسيري. أي ضغط سوف يخفف على الشعب هذا التهول من السلطات السعودية ويخفف هذا القمع؟ بالتأكيد أنه هذا ضغط مفيد، ولكن مثل ما تفضلت هذا الضغط يجب أن يكون لصالح الشعب وليس لمصالح سياسية. هناك ضغط حاليا شديد جدا على السلطات السعودية من أجل ملف جمال خاشقجي. رأينا دونالد ترامب كيف يستغله بكل وقاحة ويقول أنه شكرا لقد نزل سعر البترول. هذا الضغط هو ضغط غير مرحب فيه طبعا، لأنه مضر على الشعب السعودي. أيضا عندما كان هناك حديث عن عقوبات تطال النظام السعودي، كنا نقول أنه يجب أن تكون هذه العقوبات تطال من قاموا بالانتهاكات ومن قاموا بالجرائم دون أن تمس الشعب. فأي عقوبات مثل التي حصلت على العراق مثلا أو التي حصلت على ليبيا لم تكن مضرة فقط بصدام حسين أو بمعمر القذافي، بل كانت مضرة بالبلاد في حينها. فلذلك نحن نرفض أي ضغوطات أو أي عقوبات تمس شعبنا أو تمس حتى أرضنا، حتى من أمريكا أيا كان مصدرها، فمرفوضة بشكل قاطع. أما الضغوطات التي سوف تدفع باتجاه الإصلاح فهذه طبعا نحن ندفع باتجاهها ونحن معها، لأننا ببساطة لسنا نقف مع هذه الدول التي تضغط ضد السلطة السعودية، بل نقف مع الشعب السعودي ضد السلطات السعودية. وهنا مفارقة، عندما كان يسأل البعض هل تقفون مع كندا مثلا عندما كانت في خلاف مع السعودية، هل تقفون مع كندا ضد السعودية، كنا نقول المفارقة أو المقاربة ليست بهذا الشكل. فالإشكال ليس بين السلطات الكندية والسلطات السعودية، الإشكال بين الشعب السعودي المقموع وبين السلطات السعودية القامعة. عدد من الدول في العالم تقف مع مصالحها التي تجدها مع السلطات السعودية، وعدد آخر من الدول وقفت مع حقوق الإنسان ومع الشعب السعودي ومنها كندا، ولذلك نحن أيدنا الموقف الكندي وشكرنا الموقف الكندي لأن كندا هي من وقفت مع الشعب السعودي وليس العكس. الدول تقف مع مصالحها، أخذ هذه الكلمة من يحيى، وهذا الذي يراه البعض سبب اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية كأكبر منتج للنفط في العالم. ولكن العالم تغير، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنتج النفط. هناك تقارير تتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الآن الاكتفاء ذاتيا من النفط، وحتى أرقام دونالد ترامب التي روجها للإعلام حول 400 مليار دولار يريد أن يبيعها أسلحة لمحمد بن سلمان تبين بأنها أرقام كاذبة، المبلغ لا يتعدى 15 مليار. فما سبب اهتمام أمريكا بالسعودية؟ الحكومة الأمريكية اهتمامها بالسعودية قديم ومبني على أهداف استراتيجية ليست مرتبطة بأنها تحصل على النفط وتبيع سلاح. الحكومة الأمريكية تريد تحقيق ثلاث أهداف. الهدف الأول السيطرة على الطاقة في العالم من خلال السيطرة على الطاقة في الخليج، والخليج ينتج تقريبا 30% من إنتاج النفط العالمي ليس السعودية فقط. وإذا سيطرت أمريكا على السعودية سيطرت على الخليج وتمكنت من التحكم بالطاقة في العالم. هذا الهدف الأول. يعني ليس الغرض هو أن يصل النفط السعودي أو الخليج لأمريكا،
الغرض هو السيطرة على النفط في تلك المنطقة. الهدف الثاني هو تأمين أمن إسرائيل، وكنا نقوله من قبل، وكان الناس يعني مو بس يعني يقولون توالغون، لا يستخفون بكلامنا. وإذا بترامب نفسه يقول أن الحكومة السعودية سبب قوي لبقاء إسرائيل أو ضرورية لبقاء إسرائيل، وذكرها أكثر من مرتين، ليس فقط لازدهار إسرائيل، لا لبقائها حتى، ولو ذهبت الحكومة السعودية لازالت إسرائيل، وهذا كلام صحيح. يمكن أن نشرح لماذا، ولكنه يستغرب. الهدف الثالث، وقد يستغرب البعض من هذا الهدف، هو تحييد العالم الإسلامي. العالم الإسلامي قوة، القوة هذه بالقدرة البشرية والقدرة الدينية يتحول العالم الإسلامي إلى قوة عظمى، فلا بد من تحييده. أفضل طريقة لتحييده بلاد الحرمين، أن تستخدم الحرمين لأجل أن تخدع المسلمين وتؤدي إلى إضعاف قوتهم. ولذلك الحكومة السعودية تبذل جهدا هائلا من أجل التحكم بكل جماعة أو جمعية إسلامية ونشاط إسلامي، وتبذل جهدا للقضاء على كل تجربة أو محاولة لنهضة إسلامية تكذب النفاق السعودي. فإذا هذه الأهداف الثلاثة هي الأهداف الاستراتيجية التي لا يعلن عنها. سلطان، الشعب السعودي والنخبة عندما يرون هذا الشكل من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أليس هناك تقدير بأن هناك علاقة استراتيجية مع قوة عظمى؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة عظمى، والمملكة العربية السعودية في مواجهة مع إيران، هناك مشروع إيراني، تحتاج السعودية لتلك القوة العظمى في جانبها. هل يبرر هذا أمام الشعب السعودي تلك العلاقة مع واشنطن؟ ندرك أن العلاقات بين الدول الصغيرة أو الدول العظمى والدول الناشئة الفتية اللي من 50 و60 و70 و80 سنة، يعني علاقات ربما تكون مثل الكبير والصغير، ولكن وهذا موجود في العالم كله، يعني حتى في أوروبا، ولكن أن يكون يعني اعتماد النظام نفسه على هذه الحكومة الأمريكية بهذه الطريقة، وإهدار مئات المليارات وحتى عبر صفقات السلاح من عشرات السنين، من مطلع السبعينيات مئات المليارات بل التريليونات أو عدد من التريليونات، كل ذلك دليل واضح على أن الشعب الآن لا سيما بعد تصريحات ترامب في أن السعودية لو لم يعني تكن بهذا الشكل من النظام موجودة لكانت إسرائيل في ورطة، وأن ترامب يعني يعتبر النظام السعودي جزء من العملية، عملية التطبيع التي يجب أن يكون فيها كما ذكر الدكتور سعد مستغلا المسلمين يعني عبر الحرمين الشريفين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا يشك أحدا بعد التصريحات الترامبية، وأيضا بعد رد الفعل من محمد بن سلمان حينما سئل أن ترامب قال كذا وكذا، قال أنا ترامب يعجبني، فهذا شيء لم يعد ينطلع على أحد. ما كنا في الماضي يعني نجد صعوبة وكلفة بالغة في إقناع الناس به، أصبح الآن عبر الإعلام. وإن كان نيكسون من قبل للذين قرأوا كتابه الفرصة السانحة قال إننا نسمح لأصدقائنا أن يلعنون على الملأ ويرضون في الخفاء حتى لا يواجهون إحراجات أمام شعوبهم، الآن لم يعودوا حتى الأمريكان عبر ترامب بحاجة لهذه السياسة التي فيها نوع من اللباقة. أصبح الآن اللعب كما ذكر الأخ خالد من ألمانيا، أصبح اللعب على المكشوف، ولم يعد هناك أي مواربة في هذه العمالة والانبطاح الواضح للعدو الأمريكي والصهيوني. طيب، الأمر محرج أمير خالد لأي فرد من آل سعود، يعني محسوب على أسرة آل سعود، أن يتحدث الرئيس الأمريكي زعيم أقوى دولة في العالم أن وجود محمد بن سلمان تحديدا والأسرة الحاكمة مرتبط بأمن إسرائيل. يعني هذا لم نراه في وثيقة سرية ولا كلا، الرئيس الأمريكي يتحدث بذلك، أليس محرجا يعني فعلا لكل واحد من آل سعود؟ يعني ليس محرجا أنه يقول كذا، وليس محرجا من أفعال الإدارة السعودية نفسها والإمارات مع الإسرائيل العالمي على الرأي العام بشيء يعني مستفز، بشيء ما بيراعوا فيه شعور الرأي العام العربي والمسلم. هذا السؤال، يعني السؤال من جانبنا مو من جانب أمريكا. أمريكا هم اللي أعطوا لهم الفرصة. يعني السؤال خطير أمير خالد الذي وجهه لك، بأنه الأمر لم يعد مرتبطا فقط بطريقة الحكم بانتهاكات حقوق الإنسان، أمر وجودي، وجود الحكم بهذا الشكل، حكم آل سعود
من وجهة نظر ترامب وربما من وجهة النظر الأمريكية مرتبط بوجود إسرائيل، هذا أمر مصيري ومحرج. والله هذا رأيي هو الشخصي، لكن رأي العائلة لا طبعا، يعني ولا مرتبط بإسرائيل ولا مرتبط بأي شيء. احنا دولة مستقلة، لنا حدود مستقلة، دولة إقليمية كبيرة، ما في أي ارتباط بيننا وبين إسرائيل، إلا بس في أحد من أفراد العائلة ود أنه يكون ملك بأي وسيلة من الوسائل، حتى لو على حساب الأمة العربية والإسلامية ولا على حساب عائلته أو شعبه، فسوى علاقات مع علاقات يعني غير شرعية مع دولة صهيون، وهذه كل شيء، لكن العائلة ما لها دخل أبدا. لكن لم نسمع من أحد غير خالد فرحان ذلك الموقف، حتى السعودية رسميا لم تكذب دونالد ترامب عندما تحدث عن وجود محمد بن سلمان من أمن إسرائيل. أنا شف، أنا أحب أقول لك أن يعني السعودية في الوقت الحالي كدولة، يعني السعودية فعلا تشهد زلزالا في سياستها بصورة شبه كلية منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حتى باتت ورقة دائمة الحضور على كافة موائد نقاش الأزمات الإقليمية والدولية على حد سواء، سواء في وكالات الإعلام أو في الإدارات الحكومية نفسها. والتساؤل الكبير هنا يعني ما هو مستقبل المملكة العربية السعودية في ظل هذه التغيرات الجذرية اللي أدى بها محمد بن سلمان لسياسات لا تخلو من المخاطر. طيب هذا سؤال أتركه للجزء الأخير من 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 الحلقة معك أيضا الأمير خالد، لكن أنتقل ليحيى. يعني الانتهاكات الحقوقية التي تجري في السعودية، هل سكوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها وتغليبه لمصالحه مع السعودية عندما شكر السعودية على خفض أسعار النفط وسكت عن كل الملف الحقوقي، هل ترى أن النظام الأمريكي الذي في هناك نظام قضائي، هناك نظام محاسبة، الآن الكونغرس يحاسب الرئيس الأمريكي، هل هو ربما سينتصر للمظلومين في السعودية، للذين تنتهك حقوقهم من وجهة نظركم؟ ربما ليس يحاول أن ينتصر للمظلومين في السعودية، بل ينتصر لمصالحه، لأن مصالح الإدارة الأمريكية هي في سعودية مستقرة كما قلنا في بداية الحلقة، لكن دونالد ترامب لا يدرك ذلك ويربط مصيره بمصير محمد بن سلمان ويراهن على الدفاع عن محمد بن سلمان إلى آخر لحظة. فدونالد ترامب هو مختلف عن الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية ليس بالضرورة أنها عندما تقف مع دم جمال خاشقجي رحمه الله أو على ملفات حقوق الإنسان وتحاول أن تدافع عن حقوق الإنسان أنها تريد بالفعل دعم حقوق الإنسان، ولكنها تريد أيضا الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نظرة غربية واسعة جدا أن الوضع في السعودية حاليا هو خطير على الاستقرار، وليس فقط على السعودية بل على المنطقة وعلى العالم، ووجود محمد بن سلمان أيضا خطير على الاستقرار على المنطقة وعلى العالم. إضافة إلى ذلك هم يتوقعون منه مغامرات غير التي كانت من قبل، وهذا ما كان يقول له ماكرون، كان يقول له أنك أنت لا تسمع الكلام، وكان واضح أن ماكرون كان يتحدث عن إطلاق رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي ضغط فيه ماكرون، وبعد أن أطلق صراح سعد الحريري عاد محمد بن سلمان وارتكب حماقات أخرى، فكان يقول له ماكرون أنت لا تسمع الكلام، فكان يعده محمد بن سلمان ويقول أعدك سوف أسمع هذه المرة. فلذلك العالم أدرك أن محمد بن سلمان لن يسمع الكلام، ولو كانوا يستطيعون أن يراهنوا عليه لتمسكوا به مستقبلا. أضف إلى ذلك أنه أيضا الغرب عندما يريد أن يتخلى عن محمد بن سلمان حاليا، لأنه أصبح التعامل بشكل طبيعي مع محمد بن سلمان ثمنه باهظ جدا في الغرب، فماكرون لو أنه استقبل محمد بن سلمان بشكل جيد مثل ما فعلها في العام الماضي، أو تيريزا مي مثل ما فعلتها في العام الماضي، فهناك معارضات في بلدان سوف تستغل هذا التعامل الطبيعي وسوف تصعد من أجله، هناك منظمات حقوقية مستقلة، هناك إعلام مستقل، كل هؤلاء هذه المنظومة المدنية، مؤسسات المجتمع المدني في الدول الغربية لن تصمت على حكوماتها التي هي تعارضها أصلاً، لن تصمت لها إذا تعاملت مع محمد بن سلمان بشكل طبيعي. سأعود لهذه الخلاصات في الجزء الأخير، ولكن قبل ذلك عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية دكتور سعد الفقيه، التي قلت بأنها استراتيجية لأمريكا في المقام الأول وبغض النظر عن النفط وأسعار النفط، إذن ألا يعني ذلك أن برنامجكم في التغيير برنامج صعب، برنامج ربما يكون مستحيل إذا كان سيصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية أي تغيير سياسي اقتصادي تريدونه ستكون واشنطن في المرصاد؟ إذا كان هناك عزيمة حقيقية من القوة في داخل البلد
لن تستطيع لا أمريكا ولا روسيا ولا غيرها أن تمنع هذا التغيير. أمريكا أجبرت على قبول ما حصل في إيران، وأجبرت على قبول ما حصل في ثورات أخرى، ولم تستطيع أن تتدخل. لكن هناك من يقول أنه علاقة سرية بين طهران وواشنطن لم تنقطع أبدا، والدليل ووتر جيت، صحيفة إيران جيت عفوا. أنت ما عليك من هذا، عليك من الحقيقة. الحقيقة أن إيران الشاه كانت أشد تبعية لأمريكا من السعودية الآن، وما بعد الشاه حرقت أوراق أمريكا. كون وجود العلاقة السرية والله بعض التفاصيل البسيطة لا تقارن بالعلاقة الحقيقية والسيطرة الأمريكية على إيران قبل ثورة الخميني. فإذا إذا كان هناك فعلا إرادة شعبية، لا أمريكا ولا غيرها تستطيع أن تتدخل وأن تمنع هذا التغيير، خاصة إذا كانت في وسط بلاد الحرمين، لأنه جرأة الحكومة الأمريكية على بلاد الحرمين ستغضب العالم الإسلامي كله. متى؟ إذا فعلا كانت هناك تحرك شعبي حقيقي وقيادات حقيقية من داخل البلد. لكن النظام السعودي ناجح في تضليل الناس في الداخل وفي الخارج، بأنه والله لا يزال يحمي الإسلام، في نفس الوقت هو عبد وخادم للمشروع الأمريكي. عبد الله، ما رأيك؟ هل فعلا الشعب السعودي مضلل؟ من علاقاتك في الجيش، زملائك، هل يرضيهم كل ما يجري في السعودية، وأن هؤلاء لا يمكن أن يتحركوا بأي ثورة، إن كان السقف ثورة أو حتى انتفاضة سلمية؟ لا، الشعب ليس مضلل، لأنه عملية نشر الوعي تقريبا بدأت من 90. فالشعب كعمومه، الشعب نعم يعرف أن هذا النظام أو هذه الأسرة أسرة قمعية، أسرة تنهب ثروة الشعب، أسرة تتعامل مع الغرب وتهتم بمصالح الغرب أكثر من اهتمامها بمصالح الشعب. ولكن السؤال، هل الشعب لديه قدرة ولديه رغبة أن يضحي من أجل تحسين الوضع؟ نعم، الشعب من تقريبا من التسعينات هو يضحي ويسجن، والناس الذين دخلوا السجون تقريبا إلى الآن يصلون عددهم إلى 100,000 أو يزيد تقريبا ممن دخل السجون وخرج، وما زالوا إلى الآن يقدمون. يعني حتى رأينا الوجهة الجديدة التي تعارض النظام السعودي التي خرجت حاليا، يعني هناك في عملية مستمرة لمعارضة النظام هذا. لكن متى تتبلور هذه المشاريع حتى تصبح ثورة شعبية؟ نحن حقيقة نسعى للمشروع هذا. طيب، من 2000، ونتوقع أن المشروع هذا سوف يكون قريب بإذن الله. سنعود لهذا المشروع وهو الجزء الأخير، ربما الخلاصة والأهم، مستقبل التغيير في السعودية ودور العنصر الأساسي في ذلك التغيير، ألا وهو الشعب السعودي، هو المحور الأخير في حلقتنا بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.